بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أعتد وأستعين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة العالمين سيدنا نبينا محمد النبي الأمي الهادي الأمين عليه وعلى آله وصحابته الغر الميامين أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أما بعد، أعزائي طلاب شركة آفاق التعليمية، مرحبا بكم مع درس جديد في مادة الكيمياء ومع الأستاذ جهاد عبد الرب النبي، تابع قياس المادة. خدنا قبل كده يا شباب المول، وعرفنا إن المول هي وحدة النظام الدولي الأساسية المستخدمة لقياس كمية المادة. عرفنا إن في عندي 7 وحدات أساسية للنظام الدولي، منها المول، فالمول بيستخدم لقياس كمية المادة. بيعرف المول بحسب النظام الدولي للوحدات بأنه عدد ذرات الكربون اللي هو 12، في عينة كتلتها كام؟ 12 جرام من الكربون. عرفنا إن المول الواحد من أي مادة بيحتوي على عدد أفوجادرو، وعدد أفوجادرو هو تقريبا 6.2 ضرب 10^3. طبعا هو الرقم اللي هنا اللي هي 6.2 هو رقم أكبر من كده بكتير أهوت، لكن خدناه على إنه 6.2، لأن فيه رقم قصور كتيرة زي ما أنت شايف هنا، فخدنا تقريبا 6.2 مضروبة في 10^23. وعدد أفوجادرو أتى تكريما للفيزياء الإيطالي والمحامي أميدو أفوجادرو اللي تمكن في عام 1811 من تحديد حجم مول من الغاز. احنا استخدمنا عدد افوجادرو لان عدد افوجادرو عدد يعتبر كويس جدا في قياس المكونات المتناهية في الصغر. فلحساب استخدمنا المول لحساب كميات من المواد الكيميائية، زي مثلا مول من الماء، مول من النحاس، مول من الملح. الجسيمات المكونة لمول من الماء طبعا هي جزيئات الماء، لكن المكونة لمول من النحاس هي ذرات النحاس، والمكونة لمول من كلوريد الصوديوم هي وحدات الصيقة. كل مادة من المواد المول بتاعها بيحتوي على عدد أفوجادرو من مكوناتها، سواء كانت وحدات صيغة أو ذرة أو جزيء. زي ما أنت شايف هنا، لما جينا نتكلم عن كلوريد الصوديوم فالمول بتاعها هو وحدات الصيغة، لما جينا نتكلم عن النحاس فالمول بتاعها عبارة عن ذرات، لما جينا نتكلم عن الماء فالمول بتاعها عبارة عن جزيئات. إزاي نقدر نحول أو عوامل التحويل المستخدمة في حل المسائل؟ لو افترضنا إن أنت مثلا ودك تشتري 3 دسات ونص من الورد. الدستة أنت خدت قبل كده إن أي دستة عندنا فيها 12، يعني عدد أي دستة عندنا فيها 12 وردة. يبقى أنت هتطبق عندك ده معامل تحويل، إن 12 وردة لكل دستة، أو الدستة فيها 12 وردة. وبالتالي معامل التحويل اللي عندي هضرب 3.5 دستة اللي احنا خدناها، هضربها في 12 وردة لكل دستة، هطير الدستة دي مع الدستة دي، يبقى كأنك بتضرب 3.5 × 12 هيطلع لك عدد الورد بتاعي 42 وردة. هنا ازاي نستخدم، انا عندي علشان احول المولات الى جسيمات، والجسيمات انا اتفقت معاكم قبل كده قد تكون ذرات او قد تكون ايونات او قد تكون جزيئات او حتى كمان وحدات الصيغه. فانا لو طلب مني عدد الجزيئات اضرب عدد المولات ضرب عدد افوجادرو على طول. يبقى انت عندك ورقه وقلم وتكتب ورايا القانون الاولاني، ان عدد الجسيمات اي ماده يساوي عدد المولات مضروب في عدد أفوجادرو. هنا أنا عرفت إن عدد جزيئات السكروس 3.5 مول، وعدد أفوجادرو
6.2% مضروب في 10^23، يبقى بالتالي هطبق العلاقة الرياضية إن عدد الجسيمات هيساوي عدد المولات مضروب في عدد أو جذره. أعوض، يبقى 3.5 عندي مول من السكروز أهو مضروب في 6.2% مضروبة ضرب 10^23، أطلع هنا عدد الجزيئات من السكروز. مسائل تدريبية، بيقول لك يستخدم الخرسين اللي هو زد ان في جلفنة الحديد لحمايته من التآكل. احسب عدد الذرات من زد ان في 2.5 مول منه. انا قلت لكم قبل كده ورقة وقلم واكتب ورايا، عدد الجسيمات هيساوي عدد الذرات او عفوا عدد المولات مضروب في عدد افوجادرو. يبقى عدد ذرات الزد ان هيساوي عدد المولات مضروب في عدد افوجادرو، يبقى ال 2.5 مول مضروبة في 6.2% ضرب 10^23، والناتج اللي عندي من الذرات. طيب احسب عدد الجزيئات. طب هل تختلف معايا؟ ابدا. عدد الجزيئات، عدد الذرات، عدد الايونات، وحدات الصيغة كلها هتساوي عدد المولات اللي بعطيني اياها مضروب في عدد افوجادرو. يبقى انا بستخدم بقول عدد جزيئات الماء اهو في ال 11.5 مول بيساوي عدد المولات مضروب في عدد افوجادرو. المولات عندي 11.5، هضربها في عدد افوجادرو والناتج اللي عندي للجزيء. في بعض المسائل ما بيديلكش المسألة مرة واحدة، يعني بيديك كده معلومة كده ظريفة. يعني مثلا بيقول لي بتستخدم نظارات الفضة اللي هي رمزها AG3 في تحضير أنواع متعددة من هاليدات الفضة المستخدمة في عمليات التصوير الفوتوغرافي. هنا بدأ المسألة، ما عدد وحدات الصيغة اللي هي AG3 في 3.25 مول منه؟ طب ما يبقى اداني هنا عدد الايه؟ المولات. طب انت عايز ايه؟ عايز عدد وحدات الصيغة. يا شباب، الذرات، الايونات، الجزيئات، وحدات الصيغة كلها نطلق عليها الجسيمات. فلو طلبها هيتساوي عدد المولات مضروب في عدد افوجادرو. يبقى عدد وحدات الصيغة بيساوي عدد المولات ضرب عدد افوجادرو. اضرب 3.25 في عدد افوجادرو يطلع الناتج اللي موجود عندي. احسب عدد ذرات الاكسجين في 5 مول من جزيئات الاكسجين. نفس الفكرة بالضبط، عدد الذرات هتساوي 5 مول جزيئات الاكسجين بيساوي 2 ضرب عدد الجزيئات. يبقى انت بتجيب عدد الجزيئات الاول. ليه؟ لان جزيء الاكسجين الجزيء الواحد، هرجع للمسألة، الجزيء الواحد فيه كام ذرة؟ فيه 2. فعلشان كده انت بتجيب الجزيئات وبعد كده تضرب الناتج في كام؟ في 2. فانت هنا هو المسألة، هي هتجيب عدد الجزيئات في 5 مول اضرب عدد المولات في عدد مين؟ افوجادرو. طلعت الناتج اهو، يبقى ده عدد مين؟ الجزيئات. اضرب عدد الجزيئات ده هو في كام بقى؟ في 2 اللي احنا خدناها دي. خلاص، هنضرب عدد الجزيئات في كام؟ في 2. ادي عدد الجزيئات اللي انا حصلت عليها، هضربها في 2، الناتج اللي عندي هيطلع منين؟ بالذرات. لو انا يعني عايز احلها في خطوه واحده استخدم هذا القانون، استخدم هذا القانون 2 ضرب عدد الجزيئات. طب عدد الجزيئات اعمل ايه؟ اضرب الخمسة مول في عدد افوجادرو. يبقى انا بقول 2 ضرب 5 ضرب عدد افوجادرو واطلع الايه؟ الناتج. لحساب عدد المولات في عدد معين من الجسيمات الممثلة استخدم فيها مقلوب عدد افوجادرو. يعني باختصار عدد المولات هيساوي، اكتب ورايا، عدد المولات هيساوي عدد الجسيمات تقسيم عدد افوجادرو. عدد المولات بيساوي عدد الجسيمات ضرب مقلوب عدد افوجادرو. يعني الخلاصة اقول عدد المولات بيساوي
عدد الجسيمات تقسيم عدد أوجبته. يعني مثلا لو عندك عينة بتحتوي على 2.11 ضرب 10 أس 24 جزيء من السكروز، طيب علشان أحول عدد الجزيئات دي إلى مولات أعمل إيه؟ أقول عدد مولات السكروز أهو بيساوي عدد الجزيئات ضرب مقلوب عدد أفوجادرو، يعني أخليه مول فوق على عدد أفوجادرو. يعني باختصار أقسم هذا الرقم اللي هو الجزيئات على عدد أفوجادرو، يطلع الناتج عندي 3.5 مول من السكروز. وإلى هنا نأتي إلى ختام الدرس، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.